السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد أن نخصصه للحديث عن واقعة إحراق المصحف الشريف بدولة السويد بستوكهولم. ومن خلال هذا الموضوع نريد أن نناقش هل القرآن العظيم فعلا يدعو للعنف؟ هل القرآن العظيم فعلا يدعو للإرهاب؟ لأن هذه المسألة شبهة عظيمة لطالما ابتلي بها الإسلام والمسلمون، يدعون بأن المصحف الشريف فيه آيات قرآنية تدعو إلى العنف وتدعو إلى القتال وتدعو إلى الإرهاب. وهذا الذي يؤجج عواطف بعض المتطرفين في الدول الغربية من اليمين المتطرف، وكل مرة تكون هناك خرجة من الخرجات، كان آخرها هذا الأسبوع هو إحراق المصحف بدولة السويد. ولعل من أبرز هذه الآيات القرآنية التي يستند إليها هؤلاء قوله جل جلاله في سورة التوبة، حينما قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية هي من أشد الآيات التي يستند إليها الكثير من أعداء الدين ليتهموا الإسلام بأنه يدعو إلى الإرهاب ويدعو إلى القتل ويدعو إلى العنف ويدعو إلى سفك الدماء. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وطبعا سوف نبين حقيقة هذه الآية وما دلالتها. المهم أيها الأحباب الكرام، كما تعلمون جميعا، الرأي العام العربي والإسلامي خلال هذا الأسبوع كان وحد الأمة العربية والإسلامية هذا الحدث، حدث إحراق المصحف الشريف. وهذا الذي أقدم عليه ليس إنسان عادي، ليس مواطن عادي، هذا سياسي مسؤول وهو مناهض للهجرة، هو من الأعداء الذين يرفضون هجرة العرب والمسلمين إلى أوروبا، محسوب على اليمين المتطرف. قام بهذا الأمر أمام السفارة التركية، هذا في دولة السويد بستوكهولم. والغريب في الأمر أن المسألة وقعت تحت أعين ممثلي القوات العمومية لهذه المملكة السويدية. مباشرة بعد هذا الحدث تابعنا عبر وسائل الإعلام في كل دول العالم العربي والإسلامي، كل الدول تقريبا بدون استثناء سجلت إدانات واسعة، بدءا من المملكة المغربية الشريفة وأيضا الشقيقة الجزائر، وخصوصا المملكة العربية السعودية، وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك جمهورية مصر العربية، وأيضا الإمارات المتحدة، ودولة تركيا، وأفغانستان، وإيران، وغيرها من الدول الإفريقية والأسيوية المسلمة. كل هذه الدول سفاراتها ووزاراتها الخارجية وقيادتها كلهم اتفقوا على إدانة واسعة لعملية إحراق نسخة من كتاب الله تعالى المنزلة على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واتفقت كل المواقف العربية والإسلامية على أن هذه الواقعة الشنيعة هي في الأصل عمل تحريضي، وأنه استفزاز خطير لمشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم، فالمسلمون يتجاوز عددهم 1.3 مليار،
في العالم العربي هناك ما يزيد عن 500 مليون، والبقية متفرقة في البلاد الأسيوية والأوروبية، أزيد من 1.3 مليار مسلم تم استفزازه عبر العالم. وأن هذا الحدث كما عبر كل المتدخلين وكل المدينين أنه يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يطبع العالم خصوصا بين الإسلام والدول الأخرى، وأنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. ومن شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والعيش المشترك. نعلم أن منذ زمان وكثير من الدول خصوصا الإمارات وغيرها من الدول تسعى إلى إقامة لقاءات ومهرجانات دولية كبيرة ضخمة غايتها نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والعيش المشترك، لكن هذا الأمر سوف يقوض كل هذه الجهود التي تسعى لتحصيل هذا الهدف. في هذا الصدد أيها الأحباب الكرام، لا يسعنا إلا أن نشيد ببعض المواقف التي أقامتها مجالس العلماء والفتوى في العالم، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى بالمغرب الذي يرأسه أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. المجلس العلمي الأعلى عقد دورة خاصة بهذا الأمر وخرج بإدانة مفادها أن هذه جريمة شنعاء، وأنها مسيئة للمسلمين، وأنها مستفزة لمشاعرهم، وأن هذا عدوان صادر عن الجهل بالقيم الإنسانية المثلى التي يدعو إليها القرآن الكريم، وفي مقدمتها مبادئ السلام والتعايش. موقف شجاع وقوي وصريح بينه المجلس العلمي الأعلى. كذلك نسجل بافتخار موقف علماء الأزهر الشريف بمصر. فالأزهر الشريف طالب المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية، وخصوصا أن هؤلاء يضعون ما يسمى بحرية التعبير هي الأساس. الأزهر الشريف اعتبر هذه فوضى، فوضى ما يسمى بحرية التعبير، وأن فيها إساءة لاستخدام هذه المسألة، وفيها استفزاز المشاعر المسلمين وعدم احترام لمقدساتهم. وكل الدول العربية والإسلامية كلها اتفقت على أنه اللحظة هي مناسبة جدا لكي نتفق على قرار موحد في العالم، وهو نبذ خطابات الكراهية وممارسات العنف، وأن على الجميع المسلمون واليهود والنصارى وحتى البوذيون والهندوس واللادينيون على الجميع أن يحترم الرموز الدينية وأن لا يسيء إليها وأن يبتعد للإساءة للأديان والمقدسات، كل هذا للحفاظ على نشر قيم التسامح والتعايش. لكن أيها الأحباب الكرام، يبدو بأن هذه الممارسات صعب جدا أن نحدها إذا لم نبين ونوضح حقيقة هذا الأمر. فهذه الآيات القرآنية التي يعتمد عليها بعض المستشرقين والمتغربين وغيرهم من الناس الذين ينتقدون الإسلام، تعالوا بنا نقف عندها وننظر إليها. منذ القدم المشككون في الدعوة الإسلامية كانوا يعتقدون بأن القرآن العظيم مليء بآيات العنف ومليء بآيات القتال والإرهاب، بل منهم من ذهب بعيدا وقال بأن العنف هو متأصل في الفكر الإسلامي، وأن الجينات جينات العنف هي منغرسة في آيات القرآن العظيم. كلام خطير، هكذا يتهمون القرآن العظيم وهو من ذلك بريء كل البراءة. لماذا كل هذا؟ لأن القرآن العظيم يحتوي على آيات تتحدث عن الحرب وعن الجهاد، أو ما يسمى عند علماء التفسير بآيات السيف.
وقالوا بأن هذه الآيات هي تربي النفسية المتوحشة المتعطشة للدماء، دماء المشركين والكفار وغير الدينيين. واعتبروا بأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها إنما استمدت إيديولوجيتها وتبريراتها من أعمال القرآن وهذه الآيات. هكذا يطلقون هذا الكلام، وهذا طبعا إذا سمعه بعض الغربيين يشعرون بالغضب، ولا نستغرب أنهم يقومون بإحراق المصحف الشريف أو يقومون بممارسات تمس قداسة الدين الإسلامي. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نحاول أن نفهم هذه الآيات التي يدعي المستشرقون بأنها تدعو إلى العنف. هذه الآيات هما المشكلة هما أنهم قاموا بترجمة محرفة، ترجمة محرفة لآية القرآن. هذا هو المشكل الأكبر. المشكل هو ثقافي، المشكل هو فكري، المشكل هو تواصلي. أنهم قاموا بترجمة محرفة مغلوطة لآية القرآن، فهموا منها هذه المعاني. إذا رجعنا إلى الآية التي ذكرناها من قبل وهي وردت في سورة التوبة، وربنا عز وجل تحدث فيها فعلا عن القتال، لكن ما هي الأسباب؟ ما هي أسباب النزول؟ ما هي أسباب الورود؟ ما الذي وقع؟ الآية تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سبحان الله، القرآن العظيم كله مليء بآيات الرحمة، مليء بآيات العفو، مليء بآيات التسامح. هذه الآية هي أشد الآيات التي تتكلم عن الصراع، وعلماء التفسير سموها بآيات السيف، آيات السيف، رغم أن كلمة سيف لا توجد في القرآن، غير موجودة أبدا كلمة سيف في القرآن العظيم. المشكل هو أن الذين يقرؤون القرآن والآيات يفسرونها خارج السياق. السبب النزول هذه الآية هي تبين بأن الجهاد والمواجهة هو موقف دفاعي، دفاعي وليس هجومي. ذلك أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أقام ما يسمى بصلح الحديبية. صلح الحديبية هو معاهدة كبيرة جدا وعميقة تم إبرامها بين المسلمين من طرف واحد، والطرف الثاني هو مجموعة قبائل من المشركين، قبائل عربية مشركة كانت ترفض الدين. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، مفاده أنه لا يكون هناك أي حرب ولا أي إغارة ولا أي غدر ولا أي قتال. صلح أن الناس كلهم يضعون أسلحتهم ويبقون مسالمين لمدة قد تكون سنة أو سنتين أو أكثر، والمسلمون بقيادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حافظوا على بنود هذه المعاهدة. لكن الذي وقع هو أن بعض القبائل العربية المشركة قامت بانتهاك بنود هذه المعاهدة وبدأوا يقتلون المسلمين الأبرياء. هنا تم كسر صلح الحديبية، وهنا سوف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين مشركي مكة فترة 4 أشهر للتعويض. أعطاهم 4 أشهر وتعويضات وتنفيذ بنود هذه المعاهدة، وإلا ستعلن الحرب عليهم. فمن يقرأ القرآن العظيم سيرى بأن سورة براءة أو تسمى سورة التوبة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت هكذا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالسورة هي تتبرأ من هذا التصرف، هذه خيانة عظمى، خيانة بنود ومعاهدات دولية غايتها أن نقيم السلم والأمان في ربوع المنطقة، لكن هؤلاء خانوا وغدروا، فربنا تبرأ منهم، قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هكذا تبدأ الآية من دون أن يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم.
لأنها نزلت بسبب نكث العهود وفسخ العقود. ثم جاءت آيات أخرى متتالية لبيان السبب في مواجهة المشركين وقتالهم. ما هي المقاصد؟ هي قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات هي تبين سبب القتال والمواجهة بين المسلمين والمشركين. السبب أنهم نكثوا أيمانهم وصار عندهم هدف وهو هم بإخراج الرسول، يعني ظلموا المسلمين وأرادوا أن يصلوا إلى رمز الدعوة الإسلامية هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. لاحظوا أيها الأحبة الكرام كلي هذه السورة في هذه الآية المقطع من الآية: وهم بدأوكم أول مرة. بدأوكم أول مرة يعني أن مسؤولية الحرب هي حول من بدأها والسابق إلى إدرام نيرانها، لأن الحرب دائما تكون مواجهة بين طرفين، الذي يتحمل الوزن الأكبر هو الذي سعى إلى البدء، هو الذي أقام أول رصاصة، أول سيف، أول إراقة دماء. ربنا قال عن المشركين: وهم بدأوكم أول مرة. فالإسلام هو دائما لا يبدأ أبدا، فالإسلام هو منذ البدء يعلن أنه دين سلام ودين أمن وأمان. لكن إذا وقع الاشتباك بين الطرفين، هنا لابد من الصبر لرد العدوان، بل لابد من إذكاء روح المقاومة. هذا طبيعي جدا، نحن نقرأ في الأدبيات العسكرية أن القائد الجيش عنده أدبيات فيها إذكاء روح المقاومة إذا قامت المعركة، طبيعي جدا. لا يمكن أثناء المعركة أن قائد الجيش يقول للعناصر في الجندية: قدموا لأعدائكم ورودا وأزهارا وابتسموا في وجوههم، أبدا، بل يقول الحرب خدعة ولا بد من إذكاء روح المقاومة. هذا ما قاله ربنا عز وجل حينما قال: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لماذا كان سيدنا النبي يحرض المؤمنين؟ حتى يخاف المشركين ويتراجعون ونكف عن الحرب. وهناك مثل فرنسي معروف يقال: pour vivre en paix il faut se préparer à la guerre، لكي نعيش في سلام لابد أن نستعد للحرب، لأن إذا كان هناك استعداد للحرب فالعدو يغابك وبالتالي لا يتجرأ عليك ويكف أداه. هذا معنى قوله تعالى: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لهذا كان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما قام الاعتداء على المسلمين من طرف المشركين كان يخطب خطب نحن نفتخر بها، خطب كثيرة هي ممكن أن تكون نماذج يحتذى بها عند القادة العسكريين في العالم. كان يقول مثلا: أيها الناس، أيها المؤمنون، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، اسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكانت إذا قامت معركة وقع فيها الاعتداء على المسلمين كان سيدنا النبي يلهج بالدعاء إلى الباري عز وجل، وكان يقول دعاء طويلا وعريضا ومزلزلا. كان مما كان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. مثل هذا الكلام كان يقوله يطلب من الله المدد. خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام أن هذه الآيات البينات مجملها يبين بأن القرآن العظيم يعطي تبريرا للحروب فقط للدفاع عن النفس، للدفاع عن النفس ولحماية المجتمعات من العدوان. هكذا القرآن الكريم لم يكن أبدا يدعو إلى الحرب ولا يدعو إلى العنف ولا إلى قتل الدماء، بل يدعو إلى الدفاع، الدفاع فقط، الدفاع عن النفس وعن الممتلكات ولحماية المجتمعات من العدوان. كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاعتبر القتال هو كره لكم، لا أحد يحب أن يقع في 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 في, في القتال. بل قتال المشركين هو لم يكن أبدا بدائيا أو استباقيا أبدا، القتال عند المسلمين هو دفاعي صرف. ربنا عز وجل يطلب فقط الدفاع لما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المشركون يقاتلون المسلمون كافة، فربنا قال وقاتلوهم كافة كما يقاتلوكم كافة. ولكن معظم الآيات القرآنية كلها تشير إلى أن هناك أصحاب النوايا الحسنة، هؤلاء لا عداوة بيننا وبينهم، ولكن أصحاب النوايا السيئة الذين غايتهم هو القضاء على الدين هم الذين تكون المواجهة. أما أصحاب النوايا الحسنة والطيبة والمسالمة هؤلاء أبدا لا يمكن أن يكونوا أهدافا للحرب وللعدوان لمجرد اختلافهم في الاعتقاد الديني. أبدا الإسلام في لا إكراه في الدين، ربنا نهانا نهيا حقيقيا على أننا لا نعتدي عليهم، بل أمرنا بالإحسان إليهم كما قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أنا ربي كيتكلم على المشركين أنهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء لابد أن تبروهم، لابد أن تقسطوا إليهم وتعدلوا معهم إن الله يحب المقسطين العادلين. فالقرآن العظيم هو منطقي ويحترم العدالة الاجتماعية ويحترم الأمن العام ويرفض العنف ويرفض القسوة ويرفض الإكراه. وهناك آيات كثيرة واضحة، منها قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بل إن الإسلام دعا إلى أحد المشركين طلب منك المساعدة، هو مشرك لا يؤمن بالله طلب ولكنه مسالم، طلب منك المساعدة وطلب منك السلام فقدم له يد المساعدة كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لأن الإسلام هو دين دعوة ليس دين قتال. حتى المشرك إذا استجارك فأجره، إذا طلب منك الحماية فاحميه، إذا طلب منك المساعدة فساعده حتى يسمع كلام الله، أسمعه كلام الله ثم أبلغه مأمنة، خذ بيده حتى يبلغ المكان الذي فيه الأمن والأمان والسلم والسلام. هذا مشرك. وربنا أعطانا آية واضحة لما تكلم عن الكافرين، ماذا قال؟ قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين، يعني الحرية التامة لكم دينكم ولي دين. فالمقصود الذي نفهمه من سياق الآيات هو أن ذلك القتال والمواجهة إنما تكون مع الأعداء المحاربين وليس مع المخالفين في الدين والاعتقاد. أن يكون الإنسان مسيحي أو يهودي أو بوذي أو هندوسي أو ملحد أو مشرك لا علاقة لنا به، حرية الاعتقاد هو ذلك وشأنه، لا إكراه في الدين. ولكن المسألة تكون لمن هو عدو محارب يسعى إلى الحرب ويسعى إلى التدمير ويسعى للتخريب. هذا ما فعلته القبائل العربية المشركة في أول الإسلام لما نزل قول الله تعالى في سورة التوبة، لما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، كانت الأشهر الحرم أربع شهور، أشهر محرمة يمنع منعا كليا في الحرب، الكل يلتزم بالسن. فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالآية التي ذكرناها أيها الأحباب الكرام إنما وقعت في صدر الإسلام بين جماعة المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومع شرذمة من القبائل العربية التي نكثت العهود وأعلنت الحرب على المسلمين.
وإلا فإن الإسلام هو عنده موقف واضح أنه دفاعي صرف وليس هجومي ولا استباقي أبدا. ربنا عز وجل قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحينما كان القرآن العظيم يقص علينا قصص الأنبياء والمرسلين كان دائما يؤكد بأنه دين سلم وسلام. يكفي أن نذكر هنا قصة قابيل وهابيل. لما وقع الحرب بينهما والقتال، ماذا قال هابيل لأخيه القاتل؟ قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا تأكيد على أن أهل الإيمان هم مسالمون وأنهم لا يمدون أيديهم أبدا أبدا إلا إذا وقع الاعتداء عليهم، فيستعملونها للدفاع على أنفسهم. فإذا تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن كل آيات هي الآلاف كلها تحيل إلى الرحمة، وتحيل إلى السلم، وتحيل إلى الأمن، وتحيل إلى التعايش المشترك. مثلا اسم الرحيم تكرر في القرآن العظيم 115 مرة، الرحيم الرحيم الرحيم. واسم الغفور تكرر 91 مرة، الغفور 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 الغفور. بينما اسم المنتقم ذكر فقط ثلاث مرات، المنتقم ثلاث مرات في سياقات لتخويف المشركين وغيرهم. كلمة عنف التي دائما يرمى بها الإسلام، هذه لم تذكر أبدا ولا مرة واحدة في القرآن. ما في القرآن ما فيش عنف أبدا، كلمة عنف هذه غير موجودة في القرآن العظيم. كلمة إرهاب أي نعم موجودة بصيغة واحدة ولكن لها معنى، لما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فعلا كلمة ترهبون به عدو الله، ولكن هذه الآية يقول الفصحاء من المفسرين إنها أبلغ آية في السلم. إذا كان البعض يظن أن هذه الآية فيها إرهاب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقول أن إرهاب بالعكس، هذه فيها سلم، فيها أمن وأمان. لماذا؟ للمثال السابق الذي ذكرناه، وهو أن لكي تعيش في سلام لابد أن تستعد إلى الحرب. هذا مثال معروف في عند الغربيين ويساغ بالفرنسية، يقال pour vivre en paix il faut se préparer à la guerre. لكي تعيش في سلام لابد أن تستعد للحرب، لأن الذي إذا كان يستعد عنده ترسانة عسكرية فالآخر يهابه، وبالتالي لا يستطيع أن يتهجم عليه ويكون هناك توازن الرعب. أما إذا كنت أنت ضعيف ولا قدرة لك على الدفاع لنفسك، فانتظر بأن عدوك سوف يباغتك في أي لحظة. فالقرآن الكريم ما فيش آيات كل آياتي فيها رحمة، وحتى آية السيف هذه واحدة التي سماها العلماء آية السيف آية التوبة، وإلا فإن الآيات كلها في القرآن تسمى آيات السلم وآيات العفو. كل الآيات في القرآن معظمها يعني 99% في القرآن العظيم كلها تسمى آيات السلم وآيات العفو. مثلا من آيات السلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وقال أيضا: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله عليكم من سبيلا لكم عليهم من سبيلا. كثير آيات كثيرة جدا تسمى آيات السلم. وهناك أيضا آيات العفو وهي كثيرة أيضا، كقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال تعالى أيضا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال أيضا جل جلاله: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقال أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كثير جدا الآيات التي تدعو إلى السلم وإلى العفو وإلى التراحم هي 99%
في القرآن العظيم. فلماذا بعض المستشرقين وبعض الذين يقصدون هدم الدين والمس من كرامته وقدسته يأخذون آية واحدة لها سياق معين ويتهمون الإسلام كله بالإرهاب ويتهمونه كله بأنه فيه عنف ويدعو إلى إراقة الدماء؟ تلك الآية فقط فيها تحريض. لماذا؟ لأنها كتسمى بفقه الطوارئ. فقه الطوارئ، لعل أي واحد فتح كتاب في مجال العلوم العسكرية سيجد بأن قائد الجيش يستعمل هذه العبارات، عبارات التحريض ولتخويف العدو وإعداد القوة اللازمة لمواجهته والتدريب على الاستنفار وغيرها، تتكرر مئات المرات. خذوا أدبيات نابليون، أدبيات كبار القادة في العالم الذين مروا في التاريخ، في المغول والتتار، تيمور لانك وهولاكو وغيرهم، ستجد بأن في العلوم العسكرية لما يكون هناك حرب طبيعي جدا أن القائد العسكري يستعمل هذه الكلمات التي فيها تخويف العدو. وإلا فإن الإسلام هو 99% هو يدعو إلى السلم، وواحد في المئة هو جاء في معارك، في جو المعركة، وفي ما يسمى بفقه الطوارئ. ولا يمكن أن نستثني، إذا ذكرنا تاريخ البشرية سنجد بأنه مليء بالدماء. نأخذ مثلا تاريخ المسيحية، الحملات الصليبية يعني استمرت سنين طويلة، وكيف استعملت همجية خطيرة في القتال الجماعي، واستطاعوا أنهم يقتلون المئات الآلاف. يعني لماذا الغربيون هكذا ينظرون إلى الإسلام وينسون بأن تاريخهم مليء بصحفات الدماء والقتال الجماعي كثير جدا؟ الحملات الصليبية شعارها كان الله يريد، الله يريد، وقامت بحملة صليبية خطيرة على العالم العربي وقتلت المئات الملايين، مئات الملايين قتلتهم، واستمر ذلك مئة سنة إلى أن جاء جيش مبارك بالقائد صلاح الدين الأيوبي في موطعة حطين، واستطاع أن يرد ذلك العدوان بعد 100 سنة من القهر. فالتاريخ هو هكذا، لكن دائما لأن هناك اعتداء على الحرمة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي، وللأسف هناك إعلام يروج هذه المغالطات ويشحن هؤلاء النفوس الضعيفة، خصوصا من أصحاب اليمين المتطرف، وهم يريدون مكاسب سياسية أصلا في الانتخابات، ويروجون هذه المبادئ ولرفض الهجرة، هجرة العرب والمسلمين إلى أوروبا. كل ذلك لا علاقة له بالدين، هو حسابات سياسية ومصلحية واقتصادية، والدين يأتي في الطريق. لهذا قام هذا المتطرف السويدي بإحراق المصحف الشريف، ولكن الحمد لله بعد ذلك قامت حملة قوية للمسلمين، وفي كل البلاد العربية والبلاد الإسلامية توحدوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدأ الناس يهتمون من جديد بالقرآن العظيم ويهتمون بالذكر الحكيم. وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية، في الحلقات المقبلة نتحدث عن القرآن العظيم، نتعرف عن الآيات القرآنية، عن أسباب نزولها، ونربطها بواقعنا المعيشي، نربطها بحياتنا العامة، ونربطها بأجواء الرأي العام، وسوف نرى كلام الله نور وضياء، وأن الدعوة الإسلامية هي دعوة للسلم وللأمن وللطمأنينة، وأن الجهاد في الإسلام هو دفاعي وليس هجومي قطعا أبدا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، ونسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.